الله وبركاته للبيع شقة في منطقة كاشستو، شقة داخل مجمع سكني. احنا الآن في الدور الرابع، طبعا شقة 3 غرف وصالة. هنا المدخل، مساحتها 170 متر مربع زي ما انتم شايفين. على يميننا مباشرة الغرفة الأولى، تتكون من 3 غرف وصالة. هذه الإطلالة ما شاء الله تبارك الله، إطلالة بانورامية على الطبيعة، وأيضا إطلالة على البحر. طبعا تسليم الشقة بعد 8 شهور من الآن. يوجد في مجمع مواقف سيارات مغلقة، جلسات عائلية، ألعاب أطفال، راح تكون في حراسة أمنية وكاميرات مراقبة. عندنا هنا الصالة، طبعا الشقة ركنية على واجهتين أو على 3 واجهات تقريبا. هذه الصالة مساحة كبيرة وشرحة زي ما شايفين. هنا عندنا إطلالة كاملة على الطبيعة، إطلالة جميلة. وهذه البلكونة الأمامية، هذه البلكونة الأمامية أيضا لها إطلالة على البحر والطبيعة. الدور الرابع، الدور الواحد فيه 3 شقق والعمارة فيها مصعدين، والعمل مستمر الآن في الواجهة الخارجية. هذه دورة المياه الأولى، راح يكون فيها أفرنجي أكرمكم الله. هنا عندنا المطبخ، طبعا الدواليب راح تكون راكبة فيها وجاهزة. هذه البلكونة الخلفية تبع المطبخ، وإطلالة داخل المجمع. عندنا هنا دورة المياه الثانية، وهذه الغرفة الثانية، وعندنا هنا غرفة النوم الرئيسية. هنا داخل المجمع ولها دورة مياه خاصة فيها. هذا وصلى الله وسلم بارك على سيدنا نبينا محمد.